تلقينا قبل أيام ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة فخامة الرئيس جورج بوش الأب، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية. هذا الرجل الذي ترسخ اسمه في ذاكرة الكويتيين منذ أكثر من 28 عاماً عندما قاد تحالفاً دولياً واسعاً وعريضاً وغير مسبوق للتصدي للعدوان العراقي الآثم على دولة الكويت عام 1990، مدعوماً بحزمة قرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتي انتهت بفضل من الله تعالى وبدعم من دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية وإسلامية وصديقة كثيرة إلى عملية تحرير الكويت من العدوان. فباسمي ونيابة عن أخواني وأخواتي أعضاء مجلس الأمة، نتقدم إلى الشعب الأمريكي الصديق بخالص العزاء وصادق المواساة برحيل فخامة الرئيس جورج بوش الأب. تفضل وزير الدولة شؤون مجلس الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. تتقدم الحكومة بخالص العزاء والمواساة برحيل فخامة الرئيس جورج بوش الأب، وأن دولة الكويت شعبا وحكومة لن تنسى الدور الذي قام به الفقيد اتجاه دولة الكويت لصد الغزو الغاشم الذي تم تحرير دولة الكويت بدعم من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والدول الشقيقة والصديقة. لذا فإن الحكومة تتقدم إلى الشعب الأمريكي الشقيق بخالص العزاء وصادق المواساة برحيل الرئيس الأمريكي الأسبق.